الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى بجميع محامده، ونصلي ونسلم على صفة خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام على مائدة القرآن وفي طاعة الرحمن سبحانه جل وعلا، سائلا ربي عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله تبارك وتعالى وخاصته، وما نالوا هذه المنزلة العظيمة إلا بفضل تلاوتهم لكتاب الله تبارك وتعالى وتدبرهم لكتاب الله جل وعلا، وكذلك بفضل العمل بهذا القرآن العظيم. لذا أيها الأحبة، فنحن الآن بفضل الله تبارك وتعالى في رحلات قرآنية مع صفحة رقم 481، وما زلنا في رحاب هذه السورة الكريمة وهي سورة فصلت، وقد وصلنا إلى هذه الآيات التي استمعنا إلى تلاوتها. وهذه الآيات الكريمة فيها بيان لقدرة الله تبارك وتعالى في إحياء الأرض، وهو مماثل لإحياء الأموات وبعثهم يوم القيامة للحساب. كذلك هذه الآيات الكريمة فيها صفات القرآن الكريم، وإنه هداية للبشر، وفيها حفظ الله سبحانه وتعالى له. والقرآن كتاب عربي إلهي فيه هداية وشفاء للمؤمنين، فاللهم اشفنا بالقرآن يا رب العالمين. كذلك الآيات الكريمة فيها يعني نبذة يسيرة من قصة موسى عليه السلام، رسالته ودعوته، وكذلك القانون الإلهي في الجزاء والحساب. قال تبارك وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. يعني من آياته تبارك وتعالى الدل على عظمته وتوحيده وعلى قدرته على البعث أنك تعاين الأرض لا نبات فيها، فإذا أنزل الله عز وجل عليها ماء المطر تحركت بسبب نمو المخبوء فيها من بذور بقدرة الله جل وعلا، وارتفعت. إن الذي أحيا هذه الأرض وأنبت فيها النبات لمحيي الموتى سبحانه جل وعلا، ويبعثهم للحساب والجزاء، إنه على كل شيء قدير، لا يعجزه إحياء الأرض بعد موتها ولا إحياء الموتى وبعثهم من قبورهم سبحانه جل وعلا. فالله تبارك وتعالى يبين لنا هذه الآية العظيمة على قدرته جل وعلا على إحياء النبات أو إخراج النبات من باطن الأرض، إخراج المخبوء من الأرض. الفلاح بيضع البذرة لكن ينتظر من الذي ينبت النبات ومن الذي يأمر الأرض، يعني أن تتشكك ويخرج منها النبات، إنه الله سبحانه جل وعلا. كما أن الله عز وجل يخرج هذا النبات، الناس برضو هتقوم من كبورها حفاة عراة كما ولدتهم أمهاتهم، هكذا أخبرنا الله جل وعلا في كتاب. وإنبات النبات هو الدليل على قدرة الله عز وجل على إحياء الناس. ولك أن تتخيل عندما يأمر الله تبارك وتعالى الملك الموكل بالنفخ في الصور فينفخ، ما الذي يحدث؟ يقوم الناس من قبورهم، الناس يقومون من قبورهم. ولذا قال الله جل وعلا: يوم يخرجون من الأجداث، يعني من القبور، سراعا كأنهم جراد منتشر. شفت انتشار الجراد؟ كذلك سيكون الناس اللي ماتت من يعني سنين طويلة، من لدن آدم ومن لدن نوح عليه السلام، من لدن سيدنا إبراهيم عليه السلام، من لدن سيدنا صالح، سيدنا هود، كل هؤلاء والفراعنة، كل هؤلاء سيبعثون ويخرجون من قبورهم. قال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. يعني إن الذين يلحدون يعني يميلون في آيات الله عن الصواب بإنكارها والتكذيب بها وتحريفها، هؤلاء الله عز وجل مطلع عليهم، والله عز وجل يراهم، والله تبارك وتعالى يرزقهم برحمته جل وعلا. تخيل بيلحدوا في آيات الله، ينكروا وجود الله سبحانه جل وعلا، ومع ذلك الله عز وجل يرزقهم ويعافيهم، لأنه هو الرحمن سبحانه جل وعلا، فهو رحمن الدنيا والآخرة سبحانه جل وعلا.
لا يخفى حالهم على الله جل وعلا، الله تبارك وتعالى يعلمهم. ثم يقول الله جل وعلا: أفمن يلقى في النار خير، يعني أفضل، أم من يأتي آمنا يوم القيامة، يعني يأتي آمنا من العذاب، من اللي أفضل فيهم؟ اعملوا ما شئتم، يعني اعملوا أيها الناس ما شئتم من خير وشر، فقد بينا لكم الخير والشر، إن الله بما تعملون منهما بصير، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم سبحانه جل وعلا. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز، يعني إن الذين كفروا بالقرآن لما جاءهم من عند الله لمعذبون يوم القيامة، وإنه لكتاب عزيز منيع، لا يستطيع محرف أن يحرفه ولا مبدل أن يبدله. الله عز وجل حافظ كتابه الكريم. قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وكذلك قال الله جل وعلا، وذلك يعني أهل الغرب أو اليهود في مرة كده أرادوا أن هم عايزين يضلوا المسلمين، عملوا إيه؟ نزلوا بالفعل يعني مصاحف وطبعات وأعداد كبيرة جدا من المصاحف، ظنا منهم أن هم كده هيدلوا الإيه؟ المسلمين، ويقول لهم يعني ويبقى الكتاب القرآن محرف أهو، يبقى مثلا موجود قرآن مثلا بقى هناك في دولة تانية غير اللي عندنا، ويبقى في تحريف الكلام. ما الذي حدث؟ سرعان ما اكتشف. ولذلك قال الله تبارك وتعالى السبب ايه؟ انه محفوظ في الصدور قبل ان يحفظ في السطور. قال جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ولذلك لما يعني الصحابة رضي الله عنهم في عهد سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا زيد، لما جمع القرآن منين؟ من صدور الرجال، من الحفظة لكتاب الله جل وعلا. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، يعني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بنقص أو زيادة أو تبديل أو تحريف، تنزيل من حكيم في خلقه وتقديره وتشريعه محمود على كل حال. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الله تبارك وتعالى في الآيات حال المكذبين بالكتاب، صبر رسوله صلى الله عليه وسلم وسلاه بما كان يلقاه من قبله، يعني من أو ما كان يلقاه من قبله إخوانه من الرسل من التكذيب والسخرية والافتراء، فقال: ما يقال لك أيها الرسول من التكذيب إلا ما قد قيل الرسل من قبلك، فاصبر، فإن ربك لذو مغفرة لمن تاب إليه من عباده، وذو عقاب موجع أليم لمن أصر على ذنوبه ولم يتوب. فاللهم توب علينا توبة نصوح يا رب العالمين. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. يعني ولو أنزلنا هذا القرآن بغير لغة العرب لقال الكفار منهم لولا بينت آياته حتى نفهمها، أيكون القرآن أعجميا والذي جاء به عربي؟ قل أيها الرسول لهؤلاء: القرآن للذين آمنوا بالله وصدقوا رسله هداية من الضلال وشفاء لما في الصدور من الجهل وما يتبعه، والذين لا يؤمنون بالله دول حالهم إيه مع القرآن؟ في آذانهم وقر، يعني صمم، وهو عليهم عمى، يعني لا يفهمون، أولئك الموصوفون بتلك الصفات كمان ينادون من مكان بعيد، فكيف لهم أن يسمعوا صوت المنادي. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. ولقد آتينا بمعنى أعطينا موسى الكتاب يعني التوراة، فاختلف فيه، فمنهم من آمن بها ومنهم من كفر بها، ولولا وعد من الله
أن يفصل بين العباد يوم القيامة فيما اختلفوا فيه، لحكم بين المختلفين في التوراة فبين المحق والمبطل، فأكرم المحق وأهان المبطل، وإن الكفار لفي شك من أمر القرآن مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. يعني من عمل عملا صالحا فنفع عمله الصالح عائد إليه، إن عمله الصالح ده راجع على مين؟ عليه هو، هو المستفيد، فالله لا ينفعه العمل الصالح من أحد. ومن عمل عملا سيئا فضرر ذلك راجع إليه، فالله تبارك وتعالى لا تضر معصية أحد من خلقه، وسيجازي كلا بما يستحقه. وما ربك أيها الرسول بظلام العبيد، فلن ينقصهم حسنة ولن يزيدهم سيئا. استفاد من الآيات حفظ الله تبارك وتعالى للقرآن من التبديل والتحريف، وتكفل الله سبحانه وتعالى بهذا الحفظ بخلاف الكتب السابقة له زي التوراة والإنجيل حرفت. كذلك استفاد قطع الحجة على مشرك العرب بنزول القرآن بلغتهم، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. كذلك استفاد نفي الظلم عن الله وإثبات العدل له سبحانه جل وعلا، والله تبارك وتعالى يجازي كل إيه بما يستحق، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا، وفي رواية فلا تظالموا. نعوذ بالله تبارك وتعالى من الظلم وأهلي. اللهم أمين يا رب العالمين، وصلهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.